الأوراس باتنا، وبالضبط بدوار عين التين ببلدية جيجبا، تعيش عائلة بوجلال ظروفا صعبة في مشاهد مؤلمة ومؤثرة يصنعها كل من صهيب، عبد الرحيم، زين الدين وملاك المصابون بمرض جلدي أو ما يسمى بأطفال القمر. يتقاسم هؤلاء الأشقاء آلامهم ومعاناتهم بكثير من الإرادة والتحدي اللذان اكتسبوهما من إيمانهما بالله عز وجل وبقضائه وقدره. فأي إرادة كهذه وأي تحدي كهذا؟ نطلبوا من الدولة تاعنا إذا كان قادر تعاوننا وكذا، وما يديروا لهم مين حابرك يعاونوهم. يعني ما ناش قادر الواحد عامل بسيط بطال ساعات يخدم ساعات ما يخدمش، يعني يخصولهم من حابرك يعاونوهم. ونطلب من المحسنين لوجه الله، لأنه باش يوفر لهم الواحد الحماية تاعهم كاملة. ما قدرش الواحد يشري الواحد باطة تاع الدواء ما تشد لهمش 3 أيام ولا 4 أيام، 265 في الوحدة. تخيل السماء 4 أولاد كيفاه السماء الحالة تاعهم. أطفال حرموا من أبسط الأشياء، فالتواجد خارج المنزل واللعب مع أقرانهم حلم لا يمكن إدراكه بسهولة. فعادة ما يحتاجون إلى عناية خاصة ووسائل تقيهم من الأشعة فوق البنفسجية كالألبسة والمراهم والنظارات والقبعات الواقية من أشعة الشمس وغيرها. الوضع الاستثنائي لهؤلاء الأشقاء منع والدهم من العمل، وأصبح يقضي معظم وقته في خدمتهم، ليجد نور الدين نفسه عاجزا أمام الاحتياجات الخاصة لأبنائه من جهة، وإصابة أحدهم بمضاعفات صحية خطيرة من جهة أخرى، وهو ما فتح له جبهة جديدة عنوانها المعاناة والألم. عندي طفل راه في السبيطار تعبتنا في مستشفى مكافحة السرطان، راه في 40 يوم من ذراري هذا وهذا كيسمى، ما كناش نعرفوا على الاول، ما درنالوش حمايه اللي تندار لازم تندار، وتاثر يعني ضرر ياسر، ماشي ضرر ياسر يعني، والحمد لله على كل حال. ما ناش نقول لهم راهم شي يخدموا في الواجب تاعهم، يعني الحمد لله الاطباء في مستشفى مكافحه السرطان في بيتنا راهم يخدموا في الواجب تاعهم على اكمل وجه، بصح مازال يعني كيما الكريات البيضاء تاعو طالعين باش يبداولو في العلاج الكيميائي باش يعالجولو الجرح تاعو باش يقدروا ينقصوا في الحجم تاع الحبه هذيك ويديرولو عمليه. يعني الحمد لله على كل حال. انت مواطن سي الشعب الجزائري، انت ذا بطل ويخدم شانشني اربع ذي مريضين، واطلب خسي الشعب الجزائري اخي عوان. بكل براءة، بكل أمل، بكل ثقة في الله وفي كرم وإحسان كل واحد منكم، يتوجهون إليكم بالنداء. فمن